تمام. نبدا ببرج الحمل ونقول له يوم الخميس التوقعات الاسبوعيه لكل الابراج. يوم الخميس تقع عليك مسؤوليات كبيره ايها الحمل، ولا يحق لك ان تستخف بهذه النتائج. يوم الجمعه حاذر من تعب احد الوالدين ولا تنجر وراء التسرع والانفعال. يوم السبت سيزول التوتر ويتعزز رصيدك الشعبي وتمضي وقت جميل بالقرب من اصدقائك. يوم الحد حدسك قوي، تبدو مستعد للمشاركه في اجتماعات واماكن للتسليه. يوم الاثنين قد تشعر بالوحده وتتاخر المعاملات. يوم الثلاث حاذر من فشل او من وعكه صحيه الفتره فارغه من الطاقه. يوم الاربع زي النهارده تجنب اتخاذ اي قرار وتاكد من حجزك لانك ممكن ان تتفاجأ بالغاء اي حجز لك.